أشاد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من نماء متواصل، في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة. وأكد سعادته أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ترتكز على تاريخ طويل وممتد من المحبة والمودة، ويجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة وروابط الأخوة، وهو ما جعل من هذه العلاقات نموذجا متميزا. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام داخل مبنى وزارة الإعلام الكويتية، وذلك على هامش حضور سعادته لاجتماعات الدورة العادية 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي استضافتها دولة الكويت الشقيقة. وكان في استقبال سعادة وزير الإعلام والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مقر وزارة الإعلام الكويتية معالي السيد عبد الرحمن بداحل مطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بالوزارة. وخلال الزيارة قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي بجولة في عدد من مرافق وإدارات وأقسام واستديوهات وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة، حيث أشاد سعادته بما اطلع عليه من مستويات متقدمة تعكس ما يشهده الإعلام الكويتي من تطور كبير. أشاد سعادته بما يقدمه الإعلام الكويتي من رسالة إعلامية عصرية وما يمتلكه من طاقات وإمكانيات إعلامية وفنية أثرت ولا تزال في وجدان الشعوب العربية والخليجية، بما تقدمه من أعمال ومنتجات تحمل قيما تعبر عن الأصالة والهوية العربية والخليجية. وأكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي حرص وزارة الإعلام البحرينية على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة في كل ما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم في خدمة قضايا التنمية والازدهار في الدول الخليجية والعربية. من ناحيته أعرب معالي السيد عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة عن خالص ترحيبه بزيارة سعادة وزير الإعلام، والتي تأتي انعكاسا لعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما يشهده الإعلام البحريني من ارتقاء مستمر على المستويات كافة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام في الدول أو وزارات الإعلام في الدول العربية والخليجية وتوجيه طاقاتها إلى كل ما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لها ولشعوبها.